عن المجتمع الكويتي والدول الخليجية. وأشكر أحب أشكر السيد إبراهيم طاهر البغلي على دعمه لنا المعنوي طبعا أكثر من المادي، وهذا مو غريب على رجالات الكويت. أميرة أنا ودي أشكرك دكتورة فاطمة، صراحة كنا قاعدين ببيتك، كنا قاعدين قاعدة عادية جدا، أنت ما شاء الله عليك وايد راقية، الله يسلمك، وايد سلسة في الأسئلة. ودي أشكرك على استضافتك، أشكر كل الإخوان الواقفين، أشكر صراحة من أول ما دخلنا وأنت مستقبلنا بابتسامة وفي عناية خاصة، صراحة الله يجزيكم ألف خير. الله يسلمك. ودي أشكر صراحة وأقول يا رب تخلي أبونا صباح. آمين رب العالمين. والله عز الكويت اللي هي تميزت بصباحين صراحة، وأحس إن بشتة محتوينا كلنا، كنا أطفال كلنا محتوينا بشتة. أقول الله يطول عمرك يا رب إن شاء الله، والله خلينا أسعد أرض صباح، اللي إحنا نفتخر إن إحنا مواطنين في هذا البلد. الله عز كويتنا إن شاء الله، ومن عليه إن شاء الله بالأمن والأمان، يحفظ المسلمين يا رب العالمين. شكرا شكرا لك. وأختم يا أهل الديرة، تذكرون في بيت شعر على طول أقوله: وتزعم أنك جرم صغير وبك انطوى العالم الأكبر. هذا هي الإرادة. الإنسان لا يقول أنا معاق، لا يقول أنا مريض. يتمارضون وايدين، وايد اللي يتمارضون وما فيهم علة وما كل العافية. وتحسب أنك جرم صغير وبك انطوى العالم الأكبر. يعني داخلكم يا أهل الديرة إجبال، إجبال وقدرة عظيمة فظيعة تدفع فيكم للعمل التطوعي والخدمة هالبلد هذه اللي تستاهل، اللي إحنا مهما سوينا ما يطلع نقطة في بحر من عطاها. وفي الختام أقول لكم الله يحفظكم في أمان الله، مع السلامة، أشوفكم باكر.